بدأ المنتخب القطري متصمم كان غايته الفوز ليحصل نقاط الثلاث من منتخب السنغال ويحاول انه يتأهل للدور الثاني، بس كان قابله منتخب السنغال بقوة القوة البدنية لمنتخب السنغال، القارة الأفريقية متميزة، رغم اني مساندة الجمهور لمنتخب قطر كانت قوية، كثافة جمهورية كبيرة للمنتخب العنابي، كنا متأملين انه يتأهل للدور الثاني او على القليل نروح لمباراة هولندا ونحن عندنا امل وحافز كبير لحتى ناخذ نقاط الثلاث ونتأهل، بس كانت مباراة كثير صعبة. الشوط الثاني لا تحسن للمنتخب القطري، لكن الجول الثالث غلب التطبع وانتهت المباراة 3-1 والنتيجة كانت صالح للسنغال ارضا وجمهور الملعب ان شاء الله. شكرا لك. واش كان بالنسبه للمباراه الاولى واش كان هي اللي كانت عندها خلل بالنسبه للماتش اليوم؟ الماتش الاول كان مباراه الافتتاحيه صعبه على المنتخب العنابي رغم اني بين ارضه وبين جمهوره، بس تبقى المباراه الاولى صعبه بدور المجموعات، كان غايتهم يقدموا صوره حلوه للمنتخبات العربيه، لكن الحظ والتوفيق ما حالفهم، اخطاء كبدايه كانت من حارس المرمى، ومنتخب الاكوادور استغلها صح وكان عندهم ثقه بارض الملعب. الشوط الاول انتهى اكوادوري كامل، الشوط الثاني حاول منتخب القطري لكن ما قدر يرجع بالمباراه، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين. اتمنى الفرق العربيه بالقادم اتمنى لهم الافضل، في المنتخب السعودي عم يقدم صوره حلوه، المنتخب المغربي ان شاء الله التوفيق للفرق العربيه، ومنتخب التونسي توفيق للفرق العربيه جميعا يا رب. شكرا لك يا والله هو مباراة كانت قوية جدا، احنا طبعا حاولنا نلعب او نجاري، يعني احداث المباراة نجاري المنتخب السنغالي، منتخب قوي جدا طبعا زي ما شفنا ومستعدين. احنا النهارده كانت يعني في رهبة في المباراة بالنسبة للعبة المنتخب القطري زي ما ظهر مع الاسف في الاكوادور، بس اللعيبة النهارده تمسكت وكانت بتأدي في اول شوط بشكل كويس جدا لحد مع الاسف لما استقبلنا اول هدف شوية حصل تراجع من الهجوم، الفعالية الهجومية ظهرت بس في الشوط الثاني والحمد لله يعني قدرنا نسجل هدف وكنا قريبين. والله المباراة قوية بين الطرفين، وانت عارف المباراة ما تقسم القسمة على اثنين اول شيء، لان كل المنتخب يبحث عن الفوز باذن الله، بما اني عربي اكيد راح اشجع المنتخب القطري وان شاء الله الفوز لهم باذن الله. والله اجواء قطر غير مثل ما تشوف انت، الاجواء برا الملعب احلى على اللي داخل الملعب، واللي ما يجي في قطر انا اقول له خسران لانه ما راح يتعوض مره ثانيه هالبطوله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. We are supporting Qatar. We are Indians but supporting Qatar. Inshallah. Qatar today no goal no problem but support Qatar. We are supporting Qatar. Inshallah, inshallah. Very good World Cup. We support Qatar. Inshallah. Qatar is going very high. It is very good. Alhamdulillah. Very, Alhamdulillah. Wonderful World Cup for Qatar. Good luck. Good luck Qatar. Good luck. Alhamdulillah, we are staying here in Qatar and Alhamdulillah, we are very proud to be here in Qatar. Alhamdulillah, I want to appreciate all the team, all the king of the Qatar. Alhamdulillah, and his management, mashallah, they are supporting too much and all the people, they are happy who are coming from around the world. Mashallah, Alhamdulillah. After this Qatar, we will support Saudi Arabia, inshallah. And inshallah. Saudi Arabia will come in semi-final or final, inshallah, inshallah. We will play our best. Good World Cup, Qatar. السلام عليكم. اليوم مباراة جميلة الحمد لله، بس هارضك القطر ومبروك السنغال. هذا السعودي. يلا وين سعد؟ سعد تعال. مشكلة الأداء ديال منتخب قطر. قطر والله أداء يعني كويس، بس كان المفروض أفضل وأحسن. الحمد لله هارضك القطر ومبروك السنغال. المباراة كانت قوية بين الطرفين، ألف مبروك للسنغال وهارضك القطر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.